هاي هاي يا حلوين، ورجعنا لكم تاني مع مرمر لايف ستايل. وصفة النهاردة هتكون عن التشيز كيك. التشيز كيك معروف ان هي انواع كتيرة، في منها على البارد، في منها في الفرن، في بالفراولة، في بالشوكولاتة. بس النهاردة هنعمل حاجة مميزة جدا. النهاردة هنعمل التشيز كيك بنكهة اللوتس. الفيديو ده مختلف لان هوريكم قد ايه التشيز كيك سهلة جدا ومش صعبة زي ما كتير مننا كنا فاكرين. بعد ما تشوفوا الطريقة وتشوفوا قد ايه هي سهلة هتقوموا على طول تعملوها. التشيز كيك عبارة عن طبقات، اول طبقة فيها هي طبقة الكراست، ودي سهلة جدا. مجرد ان احنا هنجيب البسكت اللوتس زي ما انتوا شايفين تقريبا في حدود 248 جرام، نحطه في الخلاط بتاعنا ونشغل عليه لغاية ما البسكويت يتفرم خالص زي ما انتوا شايفينه بالظبط، نفس القوام ده، ان هو يبقى رملي كده، تحس ان هو حتت حبيبات صغيرة خالص زي ما انتوا شايفين. لما نوصل للقوام ده هنجيب 3 معالق زبدة ونسيحهم في الميكروويف ونروح حاطينهم على الكراست بتاعنا. كده احنا حضرنا اول طبقة من التشيز كيك. قبل ما نحطها في الصينية لازم نجيب صينية من الصواني اللي هي ينفع انها تتفتح. مجرد انك انت تفتحيها كده التشيز كيك بتاعتك تبقى ظاهرة وينفع انك انت تطلعيها بسهولة. وطبعا لازم نحط ورق زبدة في الصينية وندهن ورق الزبدة، لان ده بيخلي التشيز كيك لما نيجي نطلعها ونبتدي ان احنا نزين فيها تبقى سهلة وانت بتطلعي فيها. نحط الكراست كله في الصينية بتاعتنا ونحاول ان احنا نرص الكراست حلو جدا، ونحاول ان احنا نعمله بالمعلقة بتاعتنا نسويه يبقى في نفس الليفل زي ما انتوا شايفين. لما نجهز اول طبقة نروح واخدينها ونحطها في التلاجة بتاعتنا لمدة نص ساعة. تاني خطوة بقى هي الكريمة. اول حاجة هنعملها في الكريمة هي كريمة الخفق او الكريمة السائلة او ويبن كريم. هنجيب الويبن كريم نحطه في الكوباية بتاعتنا ونجيب مضرب البيض ونشغل عليها. تقريبا العبوة دي في حدود 235 جرام، ولازم نبقى مطلعينها من التلاجة، لازم تبقى ساقعة، ونضربها بمضرب البيض وكده يبقى حضرنا اول مكون لينا. نحطه في التلاجة تاني لحد ما نخلص بقية المكونات. تاني مكون بعد الكريمة هي التشيز كريم او الجبنة الكريمية. ممكن نستخدم جبنة كيري، ممكن الفيلادلفيا، ماسكربون، اي نوع جبنة كريمي. هنحتاج تقريبا في حدود 400 جرام. وطبعا هتكون محضرين زبدة اللوتس. زبدة اللوتس دي هي اللي هتدي للتشيز كيك بتاعنا النكهة، وهي اللي هتبقى مخلية التشيز كيك مسكرة كده وطعمها حلو. هنحتاج منها في حدود 4 معالق، وهنحتاج 2 معلقة سكر بودرة. بس سكر بودرة ده اختياري، لو انت حابة التشيز كيك تبقى مسكرة حطي 2 معلقة سكر بودرة، لو انت مش بتحبيها تبقى مسكرة ما تحطهاش، او ممكن تقللي الكمية لو انت مش عاوزة كمية 2 معلقة. بس هي بالظبط كده بيبقى طعمها حلو جدا، بيبقى طعمها احلى من احلى تشيز كيك ممكن تجيبيها من اي محل. هنحط كل المكونات دي مع بعضها ونشغل عليها مضرب البيض تاني لغاية ما يبقى القوام اللي احنا شايفينه في الفيديو ده بالظبط. بعد كده هنجيب الكريمة الويبن كريم من التلاجة ونقلبه بالمعلقة بتاعتنا لغاية ما الخليط بتاعنا كله يبقى متجانس مع بعض. زي ما انتوا شايفين التشيز بتاعتنا مش محتاجين نحطها في الفرن لان احنا ما حطيناش فيها بيض، ده النوع البارد اللي المكونات بتاعته كلها فريش خارجه من التلاجة. في نوع تاني بيتحط فيه بيض فبنحتاج نحطه في الفرن، بس النوع بتاعنا ده اسهل نوع ممكن تعمليه، ما فيهوش تعب خالص. مجرد ان انت طلعتي المكونات كلها من التلاجة وضربتيها بمضرب البيض وحضرتيها انها كلها تبقى متجانسه مع بعضها. الخليط بتاعنا دلوقتي جاهز ان احنا نحطه على الكراست. نطلع الكراست بتاعنا من الفريزر ونفرد عليه الخليط. ما تقلقيش خالص في الفرد ان هو يبقى بيرفكت لان احنا لسه هنحط عليها زبدة اللوتس. هنحاول نفردها على قد ما نقدر، نفردها بالسباتولا بتاعتنا، بمعلقة، بأي حاجة تقدري تفردي بيها. لما نفردها وتبقى جاهزة نحطها في التلاجة في الفريزر لمدة 4 ساعات. لما نحطها في الفريزر هتبقى متماسكة، فلما هنيجي نحط لها التزيين بتاعها هتبقى حلوة، هتبقى ماسكة نفسها وهتبقى شكلها حلو.
هنحضر بقى للتزيين، فهنجيب معلقتين زبدة اللوتس ونحطهم في المايكرويف لمدة 20 ثانية بس، مش اكتر من كده. ولما نطلعهم نقلبهم بالمعلقة، ونروح جايبين الصينية بتاعتنا ونصب عليها اللوتس قبل ما نفتح الصينية، قبل ما نطلع التشيز كيك من الصينية نصب اللوتس بتاعنا عليها، ونحاول نميل الصينية شوية عشان اللوتس يتوزع على جميع الأطراف. هي بتبقى صعبة شوية، في ناس بتفتح الصينية وبعدين تزين، بس انا جربتها ان انا لما احط اللوتس الاول، زبدة اللوتس، وميل الصينية زي ما انتوا شايفين كده، الزبدة بتتحرك في كل الاتجاهات، فبتبقى معمولة حلو، بيبقى منظرها اشيك واجمل. هي بتبقى زي ما انتوا شايفينها كده بالظبط. دلوقتي بقى نبتدي ان احنا نفتح الصينية بتاعتنا، وزي ما قلت لكم اهم حاجة ان الصينية تبقى نوع من الانواع اللي بتتفتح، اللي هي صواني الكيكة اللي هي بتتفتح. ممكن تقطعيها وهي جوه الصينية لو مش عندك الصينية دي، بس بيبقى احسن انك انت تفتحيها وتبقى بالمنظر ده. طبعا التزيين دي بحالة شخصية، يعني انت زي ما تحبي، عاوزة تسيبيها كده منظرها حلو جدا، عاوزة تبتدي تزينيها ممكن برضو تزينيها وهتبقى حلوة جدا. احنا طلعنا التشيز كيك من الصينية وكان فيه ورق الزبدة، واحنا اتفقنا ان ورق الزبدة هو اللي هيخلي التشيز كيك تطلع بسهولة جدا وتطلع من غير ما يحصل لها اي حاجة، وده اللي حصل فعلا. احنا حطينا ورق زبدة، حطينا عليه حتة زبدة صغيرة دهناها في كل الصينية، وبعد كده حطينا الكراست بتاعنا. لما جينا طلعنا التشيز كيك طلعت بكل سهولة، ما كناش محتاجين نعملها اي حاجة او نحاول ان هي كسر مننا او حاجة، لا طلعت سليمة وطلعت مظبوطة قوي. نيجي بعد كده للتزيين، انا زينتها بسهولة جدا، حطيت زبدة اللوتس على الاطراف، وحطيت برضو البسكت على الاطراف، واخر حاجة عملتها اني انا حطيت قطعتين بسكويت في النص. مش عايزة اقول لكم قد ايه التشيز كيك شكلها وطعمها حلو جدا، وريحتها وطعمها ما اقولكوش، حاجة كده بجد جميلة، وقوامها كريمي زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، حلوة قوي قوي قوي. كل المقادير ومقاس الصينية هيكونوا مكتوبين تحت الفيديو في صندوق الوصف، انا عاوزاكم تجربوها تقوليولي ايه رأيكم فيها، وخدوا بيكتشر للتشيز كيك بتاعتكم، وخلوني اشوف التزيين كان شكله ايه. لو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوا تشتركوا في القناة، ولايك اند سبسكرايب اند شير بليز. اشوفكم مرة تانية على خير في حاجة جديدة. يلا باي باي.